السلام عليكم جميعا. بس هو اسم الشركة تاف تاف تريبل اس. يعني احنا تقريبا جماعة أشري ضغطونا شوية في الوقت، فهنحاول نجري في البرزنتيشن بسرعة. البرزنتيشن النهاردة احنا بنتكلم ملي على الفايبريشن كنترول وسايزميك ريسترين فور نون استراكشرال اليمنت الام اي بي وحتى الاركتكت، سواء تكييف، حريق، بلامينج، فاير فايتنج، او حتى الفول سيلينجز بتاعتنا كمان بالنسبه لجماعه الاركتكت. تاف تريبل اس هي اسم الشركه، جاي من السيرفيسز الانجنييرنج سيرفيس اللي احنا بنقدمها. فجايه من ثيرمال، اكوستيك، فايبريشن، سايزميك، ستريس اناليسيس، اند ستيل سبورت ديزاين. من هنا جه اسم الشركه تاف تريبل اس. السته سيرفيس دولت، سواء الباشمهندسين اللي قاعدين كلاينتس او كونسلتنت او كونتراكتورز او حتى اند يوزر، احنا تقريبا كلنا اند يوزر كمان. لما بربط السته سيرفيس دولت مع بعض، ما بين الثيرمال والاكوستيك والفايبريشن والبايب ستريس اناليسيس والستيل سبورت ديزاين مع السايزميك سبورت، انا ككونسلتنت او ككلاينت او ككونتراكتور بوفر تقريبا مينيمم 22% من الاوفر اول كوست بتاعي، سواء ماتيريال او انجينيرنج او ليبر تشارجز. احنا النهارده هنركز على موضوع السايزميك والفايبريشن ملي. احنا السيكتور اوف اكسبرتيز بتاعتنا بنشتغل كوميرشال بيلدينج، ريزيدنشال بيلدينج، هاي رايز بيلدينج، داتا سنتر، ديستريكت كولينج بلانت، اب تو تشيلد ووتر بايبس شغالين لحد اب تو 1200 مليمتر. اور بارتنرز بترا سايزميك يو اس اي. بترا سايزميك هو وان اوف ذا بيجست كونسلتنت في امريكا، ده يعتبر الثيرد بارتي بتاعنا، بيعمل ريفيو للانجنييرنج بتاعنا كثيرد بارتي وسيرتيفايد باي بروفيشنال انجينير. تيمبو جلوبال انديا، دوت من اكبر المصانع اللي موجوده في الهند، يو ال اف ام ابروفد فور بايب هانجر سبورتس اند فايبريشن كنترول اند سايزميك ريسترين. يونيسان كوريا، وان اوف ذا ميجر مانيفاكتشرر فور فايبريشن كنترول اند سايزميك ريسترين اند اكوستيك برودكت. احنا ليه عايزين نعمل سايزميك ريسترين الام اي بي؟ دلوقتي احنا بقى عندنا مشكله دايما في الكوست بتاعت المشاريع. دايما بيجي الكلاينت يزنق الاستشاري، انا عايز اعمل المشروع دوت باكس اماونت، فالاستشاري بيبدا يعمل فاليو انجينيرنج. من ضمن الحاجات اللي دايما بتيجي في الفاليو انجينيرنج قصه الفايبريشن كنترول والسايزميك ريسترين والاكوستكس، بالرغم ان هم ما فيش فيهم الرفاهيه. يعني انا ممكن يعني اعمل كات كورنرز للكود في بعض الكواليتي بتاعت الحاجات التانيه، بس الشغل دوت ما ينفعش اعمل فيه اي كات كورنرز، لان هو لايف سيفتي سيستم. ففي سببين رئيسيين بنعمل السايزميك ريسترين للام اي بي سيرفيس. رقم واحد، السيفتي بتاعت البني ادمين، وديت مهمه قوي، كل الكود العالميه دلوقتي بتهتم بيها. انا ممكن اكون قاعد في المبنى اللي احنا قاعدين فيه دوت، المبنى اللي احنا فيه دوت احنا لو درسناه هنلاقيه بنسبه 90% هو مضاد للزلازل كاستراكشر. ممكن لا قدر الله يحصل زلزال وانا واقف في المكان اللي انا فيه دلوقتي، ما يحصلش حاجه، فان كل يونتس تروح واقعه عليا تعمل لي مشكله، او دكت ينزل يروح عامل بلوكينج للامرجنسي اكزيت يعمل مشكله. دراسات بتقول ان 40% بعد الزلزال بيحصل حريق، وبالتالي يهمني ان الفاير اند لايف سيفتي سيستم يكون هو اكتر سيستم ستيبل عندي في المبنى. اللي هو ايه الفاير اند لايف سيفتي سيستم؟ طبعا دوت انجينيرنج جاجمنت، بيختلف من 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 مهندس لمهندس، بس هو اللي ما فيهوش فيه اختلاف الفاير فايتنج سيستم، السموك اكزهوست داكت والكيبل تريز كلها او الالكتريكال سيستم كامل اللي ليه علاقه بالامرجنسي ريسبونس اكويبمنت، يعني الجينريتور وكل حاجه داخله عندي على الفاير اند لايف سيفتي اكويبمنت. فده رقم واحد، ان انا بحافظ على السيفتي بتاعت البني ادمين. رقم اتنين، ان انا يهمني ان بعد الايرثكويك او بعد الزلزال ان السيستم بتاعي يشتغل تاني، لان لو حصل عندي فيلير فيه الدامج اللي هيحصل فيه لما هاجي اعمل ريبير للكلام دوت كله هيكلفني اكتر واكتر.
الكوست بتاعنا تقريبا هيكون قد ايه في عشان اعمل بروبر فايبريشن كنترول اند سايزميك ريسترين؟ تقريبا لن يتعدى ال 0.03% من ال MEP فاليو. ده فيديو مدته دقيقتين هنشغله وهنحاول نعمل له سكيب بسرعه برضه بس عشان نعرف اهميه السايزميك. بقيت الفيديو تقريبا هيكون بنفس الكيسز جايبين شكل الدامج بيحصل ازاي في حاله الزلزال. معظم الفيديو ما كانش فيه حاجه حصلت الاستراكشر نفسه كلها حصلت الدامج حصل كله في النون استراكشرال كومبوننت. نون استراكشرال كومبوننت هو اي حاجه يعتبر بعيده عني عن الخرسانات داخل معايا فيها يعتبر كل البلوك وولز بتاعتي اللي انا بشتغلها او الفول سيلينج بالنسبه لشغل الاركتكت. وات از سايزميك؟ ايه هو الزلزال؟ ايه هي السايزميك فورس بتاعتي؟ هو الموضوع باختصار هو حركة الأرض عندي، فبالتالي بتأثر عندي في حركة المبنى. المبنى بيحصل له تحرك في الاتجاه سواء اللاترال أو حتى في اتجاه الرأسي، ده بيكون معتمد على شكل الويفز نفسها بتاعة الزلزال. عندي بعض البارامترز المهمة قوي اللي تهمني في ان انا احسب قوة الزلزال هتكون قد ايه، الماجنتيود ودوت يمكن فيه لي سلايد مخصوص ليها، قوة الزلزال قد ايه، الطيب بتاعت الزلزال شكل الويفز بتاعتي جاية عاملة ازاي، اللوكيشن بتاع الزلزال بعده عن سطح الارض قد ايه، واهم نقطة انا عامل عليها هايلايت هنا الطيب اوف سويل، والنقطة ديت مهمة جدا جدا جدا. انا ممكن يكون عندي مشروعين في نفس المنطقة، واحد فيهم محتاج سايزميك ريسترين بشكل معين والتاني محتاج سايزميك ريسترين بشكل تاني مختلف، وده بيعتمد على السويل ريبورت. فما فيش عندي تقريبا مشروع دلوقتي لو انا اخدت جزء من المهندس عمرو قاله في بدايه البرزنتيشن اللي فاتت ان احنا بنتكلم في سوبر ميجا بروجكت، بقى بينا بنعمل سويل تيست للمشاريع بتاعتنا بشكل مظبوط، لان التايب اوف سويل مهم قوي بالنسبه لي ان انا اعرف نوع السويل بتاعتي هتكون عامله ازاي. طبعا هنا بيحصل عندي الجراوند موشن نفسها، الارض طبقات الارض كلها عباره عن طبقات بيحصل فيها تغييرات تقريبا كل 20 سنه، واحنا المشاريع دلوقتي اللي بنبنيها ما بنبنيش مشاريع عشان نهدها بعد 10 سنين، لا دي بتبقى مشاريع بتقعد تقريبا ل 99 سنه، وبالتالي كل 20 سنه بيحصل عندي تغير في الطبقات الارضيه نتيجه لارتفاع درجه الحراره. ويعني يمكن كلنا كنا لو حد سال نفسه على موضوع ليه كانت امريكا خرجت من موضوع المناخ، كان بسبب ان هو عايز يكمل تصنيع عادي خالص ودرجه حراره الارض هترتفع معاه، وبالتالي درجه حراره العمق بتاع الارض كمان معانا كان هيزيد. فلما بيحصل عندي في الجراوند اكسلريشن او بيحصل عندي في الطبقات الارضيه نفسها بيحصل فيها هزه، بتبدا تتنقل عندي على المبنى نفسه، وجوه المبنى عندي في موجود عندي الاكويبمنت اللي احنا هنبدا نتكلم عليها بشكل سريع. يمكن احنا كلنا فاميليار بموضوع الريختر سكيل، بنسمع في الاخبار والله حصل زلزال في الحته الفلانيه بمقدار ريختر سكيل 4 أو 5 أو 6، وفي بعض الاماكن بيوصل ل7، وفي بعض الاماكن اللي بيحصل فيها توتال دامج بتوصل ل8. فاحنا كسايزميك سبيشاليست ما بنشتغلش بالريختر سكيل، احنا بنترجمها لحاجه اسمها السايزميك فورس او الاكسلريشن فورس بتاعتي اللي بتاثر عندي في المبنى بتكون قيمتها قد ايه. فالاخر كولوم دوت اللي موجود فيه دوت يعتبر الريختر سكيل، لو عندي اقل من 3.9 ريختر سكيل الدامج بتاعي بيكون ماينر، لو من 4 لـ5 تقريبا بيبدا يحصل عندي بعض الدامج، وكل ما بنزل كل ما بيحصل عندي دامج اعلى. طيب المبنى عندي بيتاثر قد ايه في بعد الايرث كويك او في اثناء الايرث كويك نفسه؟ دي دراسه معموله من فيما هيئة أمريكية. الهوتيلز بيحصل تقريبا 70% دامج للنن أو الدامج اللي بيحصل في المبنى بيكون 70% منه في النون ستراكشرال كومبوننتس،
في الاوفيسز بتكون 62%، في الهوسبيتالز بتكون تقريبا 48%، وفي المستشفيات اللي بيكون الرقم فيها اقل شويه لان الكواليتي بتاعه السايزميك بريسنج بتكون اعلى، لان المستشفيات ديت معناها ان في ناس مرضى قاعده موجوده، وبالتالي لا قدر الله في حاله الزلزال في ناس مش هتقدر تقوم وتبدا تتحرك على الامرجنسي اكزيت بتاعتها. ايه الكود ريكويرمنتس بتاعتنا؟ احنا عندنا كسايزميك سبيشاليست عندنا في ديفرنت كودز بنشتغل عليها. معظم المواصفات بتاعه الاستشاري بنتكلم على اليونيفيرم بيلدينج كود. اليونيفيرم بيلدينج كود هو اخر ريليز ليه كان سنه 1997. بعد كده بدايه من سنه 2000 بدا نخش في الانترناشونال بيلدينج كودز. وطبعا الاثنين ماشي معايا فيهم الاي اس سي اي اللي هي الامريكان سوسايتي اوف سيفل انجينيرز، ديت احنا بنستخدم الكود دوت بالنسبه لنا مهم جدا كمان عشان نحسب السايزميك فورس بتاعتنا. طبعا حصل تغيير كبير ما بين اليونيفيرم بيلدينج كود والانترناشونال بيلدينج كود. اليونيفيرم بيلدينج كود اول ما بشوف المواصفات بتاعت الاستشاري يقول لك سايزميك زون 2A او 2B او 2 او 3 او 4. العالم اتقسم لزون، لكن في الانترناشونال بيلدينج كود بدايه من سنه 2000 بدات نشتغل بحاجه اسمها السبكترال ريسبونس موديفيكيشن. ممكن في نفس السيتي يبدا عندي فيه تغييرات تغيرات في قوه الزلزال اللي موجوده في نفس الايه في نفس المدينه. فالكود ريكويرمنتس عندنا بنبدا اليونيفيرم بيلدينج كود، الانترناشونال بيلدينج كود، والاي اس سي اي. طبعا اشري عمل ريسيرشز وديفلوبمنت للسايزميك بشكل مش طبيعي. فعندي كمان اتش في سي ابلكيشن، هو كشط هو كستاندرد بالنسبه لي، ان اشري مش كود هو اشري ستاندرد. فعندي في تو شابترز مهمين جدا، واحد للنويز اند فايبريشن اللي هو شابتر 48، وواحد للسايزميك والويند رقم 55. ودايما هنلاقي الويند والسايزميك هما الاثنين مرتبطين جدا ببعض بسبب ان هما الاثنين بيسببوا لي لاترال فورس على الاليمنت بتاعتي. ودايما بتلاقي الاستراكشرال انجينير ما بيخافش من الفورس الاكسيال، بيخاف من دايما من الفورس اللي هي بتكون لاترال او جايه افقيه على المعده بتاعتي. وطبعا الكود المصري عندنا الشابتر الثامن بتاعه بيتكلم على احمال الزلازل للمبنى، والكود المصري هو اوريدي اكستراكتد واخد معظم البارامترز بتاعته من الانترناشونال بيلدينج كود. احنا عملنا هنا اخدنا اكستراكت لبعض الصفحات من الكود. فبنيجي لما بنتكلم على مصر الجزء الاولاني دوت اول في شمال السلايد ان هو بنتكلم على اليونيفيرم بيلدينج كود، هنلاقي التغيرات اللي موجوده عندي او السبيسيفيكيشنز اللي موجوده عندي هنلاقيها جايه بالزون فاكتور اللي هو زون 2A. دايما في الكود مختار ثلاث محافظات او ثلاث مناطق موجودين عندنا في مصر اللي هي القاهره واسكندريه وبورسعيد، فواخدنا هنا زون 2A. في اشري برضو جايب السبكترال ريسبونس موديفيكيشن فاكتور كمان جايبه معايا على الثلاث محافظات تقريبا موجودين معايا، وديت شكل الخريطه ديت تقريبا الورلد وايد، كل النقط البيضاء ديت الاماكن كلها اللي فيها الزلازل. هنلاقي معظم الزلازل عندنا متمركزه ناحيه البحر الاحمر. ايه الفرق ما بين لو انا هشتغل انترناشونال بيلدينج كود ويونيفيرم بيلدينج كود؟ تقريبا التو ايكويشنز عشان اطلع السايزميك فورس، احنا جينا اتكلمنا على ريختر سكير. احنا لما بنيجي بنعمل سايزميك كالكوليشن ما بنعملش سايزميك كالكوليشن بناء على ريختر سكير، احنا بنعملها بناء على ديزاين بارامترز بنمشي فيها بسيكونس كل الكود اللي احنا اتكلمنا فيه. فالايكويشن اللي على الشمال دي من اليونيفيرم بيلدينج كود، واللي على اليمين الشمال يونيفيرم بيلدينج كود، واللي على اليمين الانترناشونال بيلدينج كود. هنلاقي البارامترز كلها تقريبا ثابته باستثناء هنا عندي حاجه اسمها السي اي اللي هي السايزميك كوفيشنت، دي بناخدها من السايزميك زون 2A بتاعتي بحكم ان احنا بنتكلم على القاهره. لكن لما بنيجي هنا في الانترناشونال بيلدينج كود بنتكلم على الاس دي اس السبكترال ريسبونس موديفيكيشن فاكتور، ودي بتختلف من مشروع للتاني. لان بيخش معايا هو في الحالتين بيخش معايا السويل ريبورت كمان. طيب ايه اللي يهمني انا في السايزميك ريكويرمنت سواء بتكلم على معده على الارض او معده متعلقه او هوريزونتال سيرفيس او حتى رايزرز؟ بندرس ثلاث حاجات مهمين جدا. الاتاشمنت بتاعي ما بين المعده وما بين السايزميك اليمنت نفسه،
او السايزميك بريسنج نفسها والكابابيليتي بتاعه السايزميك بريسنج قد ايه تقدر تشيل سايزميك فورس والاتاتشمنت بتاعي ما بين السايزميك فورس ما بين السايزميك ريسترين وما بين الاستراكشر. احنا عندنا تقريبا الماجوريتي بتاعه الانستاليشن بتاعتنا بنتكلم على اربع انواع من التركيبات. عندي الهوريزونتال سيرفيس، عندي معدات موجوده على الارض الفلور ماونتد اكويبمنت البامبس التشيلرز الاير هاندلنج يونتس، وعندي حاجات متعلقه سيلينج سسبندد اكويبمنت المراوح والفان كول يونتس، وفي عندي الفيرتيكال رايزرز. السايزميك ريسترين للهوريزونتال ام اي بي سيرفيس لكل الشبكات الافقيه اللي عندي سواء بايبنج او داكتنج او كيبل تري. عندي دايما بخاف في الهوريزونتال سيرفيس من حاجتين، بخاف من الترانسفيرز بريسنج او الحركه الترانسفيرز بتاعه المعد الرام بتاعي نفسه، يعني انا الران اللي قدامي دوت هعتبره بايبنج او داكتنج او كيبل تري، فده هعتبره بلان لاي اوت عندي. فماشي لو افترضنا ان هو داكت، ماشي الداكت بالشكل دوت وغير 90 درجه وطلع تاني في الاتجاه التاني، اي قبل اي تغيير في الدايركشن 90 درجه ده انا بسميه ران. كل ران بحتاج له 2 سايزميك بريسنج في اتجاه الترانسفيرز، ما خليش الداكت بتاعي او الكيبل تري او البايبس بتاعتي تتحرك في الاتجاه اللاترال. وفي الاتجاه اللونجيتيودينال على الاقل بحتاج واحده لونجيتيودينال، ما تخليش السيرفيس بتاعي يتحرك في الاتجاه اللونجيتيودينال. طيب انا لو عندي فيه 2 رانز بالشكل دوت، وده طبعا موجود في معظم البلان لاي اوت او الشوب درونجز بتاعتنا، الترانسفيرز ديت هتشتغل لونجيتيودينال للران دوت، والعكس صحيح، الترانسفيرز ديت هتشتغل لونجيتيودينال للران دوت. هل كل البايبس او الدكت او الكيبل تري عندي محتاج سايزميك ريسترين؟ لا، عندي اول حاجه في السايز بتاعي، يعني انا الدكت لما بيكون اقل من 0.56 سكوير متر ما بحتاجلوش سايزميك ريسترين، والبايبس عندي لو اقل من 65 ملم ما بحتاج لهاش سايزميك ريسترين باستثناء الفاير فايتنج، لان الان اف بي اي شويه ريستريكتد في موضوع السايزميك اكسكلوشنز. الكيبل تري لو الوزن بتاعي اقل من 14.9 كي جي بير متر ما بحتاجلوش كمان سايزميك ريسترين. طيب لو انا افترضت ان عندي بايب 300 ملم دايمتر او 12 انش، هل محتاج لها سايزميك؟ احتمال اه واحتمال لا. بناء على ايه؟ بناء على الهايت بتاعي اللي هو بنسميها ال 12 انش رول. لو الديستانس بتاعتي ما بين التوب بتاعت البايب هنا اهو للبوتوم بتاعت الاسلاب اللي احنا نقدر نعتبرها طول الثريدد رود بتاعي، لو اقل من 300 ملي متر ما بحتاجش سايزميك ريسترين. والسبب في كده ان احنا في عندنا رول اسمها البنديليوم رول. عندي لو ذراع العزم اقل من 12 انش كهايت او ك 300 ملي متر مش هيحصل عندي سوي. يعني زي ما احنا بنتكلم ان احنا عايزين نعمل انجينيرنج وفي نفس الوقت يكون عندنا الكوست سيفنج بتاعنا، وان احنا ما نحملش المقاول والمالك اكتر من اللي مطلوب. فاحنا لما بنيجي بنشتغل في هاي رايز بيلدنج واحنا دلوقتي في مصر متجهين للاتجاه دوت بشكل قوي، بنبدا نعمل السايزميك كالكوليشن بتاعتنا لكل فلور. يعني انا لو عندي تاور طوله 74 دور، بعمل السايزميك كالكوليشن بتاعتي لكل دور لوحده. ممكن يكون راكب عندي فاير فايتنج بايب 150 ملم او 6 بوصه في الدور الاول، هشتغل السايزميك بريسنج بتاعتي كل 12 متر. نفس الماسوره لو طلعت للدور السادس هقلل السبيسنج شويه وهوصل لممكن ل 9 متر. السبب في كده ايه؟ ان انا كل ما بطلع في المبنى كل ما السايزميك فورس بتاعتي ما بتزيد. اعلى سايزميك فورس عندي بتكون موجوده على الروف فوق، وبالتالي انا لو حسبت السايزميك كالكوليشن بتاعتي على الروف يبقى انا غطيت المبنى كله. وبس هعمل ايه؟ هبدا ادفع المقاول فلوس اكتر من اللي المفروض يدفعها، لان انا اقدر ان انا اقلل السايزميك فورس بتاعتي بناء على الهايت بتاع كل فلور. ده كان الهوريزونتال سيرفيس. دلوقتي هنتكلم على الفلور ماونتد اكويبمنت. الفلور ماونتد اكويبمنت احنا بنتكلم في الفايبريشن والسايزميك طبعا، سواء كانت فلور ماونتد اكويبمنت او سيلينج سسبندد. يعني لو عندي مروحه متعلقه او موجوده على الارض، في الحالتين بعمل لها فايبريشن كنترول كمان. دايما بنلاقي المواصفات بتاعت الاستشاري الفايبريشن كنترول اند سايزميك ريسترين، بنلاقي الاثنين موجودين مع بعض في نفس الشابتر، لان هما الاثنين انتجرال بارت. لما باجي اتكلم في تشيلر او تشيلد ووتر بامبس، ما اقدرش اعمل الفايبريشن لوحدها والسايزميك لوحدها. لو انا جيت على البامبس،
لو بنتكلم مثلا في اند ساكشن بامب، في الاند ساكشن بامب هو مقسمها بناء على الكيلو وات، وبالتالي بخش لما باجي اخش على السليكشن بتاعي عندي حاجه اسمها سلاب اون جريد او فلور سبان. سلاب اون جريد معناها ان انا مني للرافت على طول على البيزمنت، ما فيش حاجه تحتيه اخاف منها او ما عنديش سلابه. لو راكبه فوق يبقى انا هنا عندي في سلابه، معناها ان في سلابه يعني في عندي كولومز، في عندي سبيسنج ما بين الكولومز، فبيحصل نفسها جوه السلابه بيحصل ديفليكشن كاستراكشرال. فانا لما باجي اركب الايكويبمنت بتاعتي على السلابه بنخاف من حاجه اسمها الريزونانس، لان انا عندي الناتشرال فريكوانسي بتاعه السلابه نفسها مع الناتشرال فريكوانسي بتاعه المعده نفسها، وبالتالي هنا في اشري عمل لها سجريجيشن لثلاث حاجات اللي هي السبان لحد 6 متر اللي هي الكولوم للكولوم او 9 متر او 12 متر. كل ما السبان ما بتاعتي ما هتزيد كل ما الاستاتيك ديفليكشن بتاع السبرينج بتاعي بيزيد عشان ابعد عن الديفليكشن بتاعه السلابه، لان كل ما السبان زادت السلابه عندي ديفليكشن بتاعتها هتزيد وبالتالي لازم ارفع الديفليكشن بتاع السبرينج. فباجي على نفس الان ساكشن بامب هلاقي دايما التايب البيس تايب بتاعتي رقم سي. سي هنا هوت اللي هي كونكريت انيرشيا بيس. ليه انا بستخدم ملي كونكريت انيرشيا بيس في التشيلد ووتر بامبس او في البامبات بصفه عامه باستثناء الفاير فايتنج بامبس؟ لان الفاير فايتنج بامبس الان اف بي اي ما بيرشحش وما بيعملش ريكومنديشن ان انت تستخدم اي سبرينجز نهائيا لسببين. السبب الاولاني ان الفاير فايتنج بامب ما بتشتغلش غير في حاله الامرجنسي او في حاله التيست اللي انا بعمله كل شهرين او كل ثلاثه، وبالتالي لا قدر الله في حاله حريق ما حدش هيبقى كير على الفايبريشن، فده رقم واحد. رقم اتنين الستارت اب تورك بتاع الفاير فايتنج بامب. الفاير فايتنج بامب ما فيهاش سوفت ستارت اب زي التشيلد ووتر بامبس، فبتشتغل تقريبا الفول باور على طول، وبالتالي ممكن السبرينج نفسه يحصل له فيلير في بدايه الفاير فايتنج بامب. لكن لما بنتكلم في الاوبريشن سيستم بتاعنا سواء بلامينج بامبس او تشيلد ووتر بامبس فبنتكلم ان دولت كونتينوس اوبريشن، فبنحط لها الكونكريت انيرشيا بيز. ان انا لما بحط الكونكريت انيرشيا بيز ديت انا بعمل اديشنال ماس على البامب نفسها، لان البامب شكلها بنسميها نون هوموجينيوس، بيبقى عندي الامبلر بتاعها وعندي الموتور بتاعها شكلها ملخبط مش زي التشيلر او مش زي الاير هاندلنج يونتس. فبحط اديشنال ماس بغير الناتشرال فريكوانسي بتاعه البامب نفسها وبقلل السنتر اوف جرافيتي وبالتالي الاستابيليتي بتاعتي كمان بتزيد في البامب. فده التيبل بتاع اشري اللي هو المفروض ان احنا بنشتغل عليه نعمل منه سيليكشن للفايبريشن كنترول بتاعي. عندي الفلور ماونتد اكويبمنت، عندي حته ان انا ابدا اعمل تريتمنت للفايبريشن او ريسترين للفايبريشن مع السايزميك. في عندنا تو اوبشنز دايما، ان انا ممكن استخدم اوبن تايب سبرينج مع سايزميك سنابر. ونقطه مهمه قوي ان في ناس يعني في بعض المهندسين بيبقى تحت انطباع ان انا بمجرد ما شفت السبرينج دوت فانا عملت سايزميك ريسترين. السبرينج ملوش علاقه نهائيا بالسايزميك. السبرينج كل اللي بيعمله عندي فايبريشن كنترول. انا ممكن اعمل مشروع كامل تو كومبلاي مع السايزميك من غير ما استخدم سبرينج واحد. فممكن استخدم اوبن تايب سبرينج مع ريسترين مع سايزميك سنابرز، او ممكن استخدم هاوس التايب سبرينج ودوت بيعمل لي الفايبريشن والسايزميك مع بعض، ودوت احنا اللي بنستخدمه دايما في التريتمنت بتاعتنا في الايكويبمنت الصغيره. عندي ممكن اعمل ريجيد اتاشد هنا برضو كان كومبلاي مع السايزميك لما بيكون عندي بانلز او الكتريكال بانل او عندي هيت اكسشنجر ما عنديش فايبريشن سورس، وبالتالي اقدر اعمل ريجيد اتاشمنت. السيلينج سسبندد اكويبمنت نفس الموضوع بالظبط، انا بعلق الاكويبمنت بتاعتي. في نقطه مهمه في حته الفلور ماونتد اكويبمنت. الفلور ماونتد اكويبمنت بتاعتي لو وزن المعده بتاعي اقل من 180 كيلو جرام اللي هو تقريبا 400 باوند ما بحتاجلوش سايزميك ريسترين. دوت مش موجود عندي في السيلينج سسبندد، بس ممكن في حاله ان انا لو عندي وزن المعده اقل من 35 كيلو اقدر اعتبرها بارت من البايبنج او بارت من الدكت بتاعي، وخاصه هتيجي معايا في الفان كول يونتس. بحط اديشنال سايزميك بريسنج كمان كيبلز على الاكويبمنت بتاعتي. الفيرتيكال رايزرز للاسف الوقت بيجري ورانا، دي من الحاجات المهمه قوي.
للثيرمال اكسبانشن وكونتراكشن بالنسبه للتشيلد ووتر بايبس، لان انا لما باجي اعمل سايزميك ريستريل للتشيلد ووتر بايب رايزر يهمني ان انا اخد في اعتباراتي كمان الثيرمال اكسبانشن اند كونتراكشن. هنا ده اكزامبل سريع دوت عندي فريش اير داكت، عشان خاطر لما بيكون عندي في مشروع في عندي فايبريشن، في عندي سايزميك ريسترين مع نورمال هانجر اند سبورت، بنبدا نعمل احنا النورمال هانجر والسبورت عادي، باخد وزن الداكت بتاعي وابدا اعمل سيلكشن للسلوتد شانل بتاعتي او للستيل انجل بتاعتي. فلو انا عندي سايزميك هرجع اعيد الشغل تاني. فلما جينا احنا هنا حطينا الديد لود بس بتاع الداكت، كل حاجه عندي ما بقاش فيها اي مشكله نهائيا. لما جيت حطيت السايزميك فورس نفس السكشن ما اشتغلش معايا في حالة السايزميك. ما تستناش للآخر، لأنك أنت لحضرتك لو استنيت للآخر عشان تعمل السايزميك ريسترين مش هتعرف تعمله، لأن خلاص أوريدي السيرفيس عندك والسيلينج عندك تقريبا اتقفل. البيلدينج اكسبانشن جوينت من النقط المهمة جدا، لما بيكون عندي في تو بيلدينجز وعندي بايبس أو داكت أو كيبل تري معدي لازم أحط بيلدينج اكسبانشن جوينت ياخد نفس الموفمنت بتاعة المبنى. ومهم قوي إن أنا لازم أعمل أنكور بيفور وأنكور أفتر البيلدينج اكسبانشن جوينت، خاصة في البايب، لأن بمجرد ما ركبت اكسبانشن جوينت بقى عندي فيه ثراست فورس على البايب هتأثر عليا، بتساوي البريشر في الاريا، فبتوصل معايا ال 15 وال 20 وال 25 طن. دوت انا ما عملت سايزميك بريسنج حصل فيلير، هنا كنت عامل سايزميك بريسنج ما حصلش فيلير. النقطة المهمة قوي الايدج ديستانس، في حتت احنا كمان من ضمن السيرفيس اللي احنا بنقدمها كسايزميك سبيشاليست ان انا بعمل انستاليشن سوبرفيجن وانستاليشن كليرنس كمان للشغل. فعندي حاجة اسمها الايدج ديستانس ديت، الجماعة بتوع الاستراكشرال والانكور مانيفاكتشرر لازم بيحطوا بيكونوا عاملين ليها ريكومنديشن. الهاوس كيبنج باد بتاعتي او البلينس او البيدستل اللي بتكون راكبه تحت الايكويبمنت مهمه قوي، طالما انا هعمل سايزميك ريسترين اكون عامل رينفورسمنت ما بين الكونكريت بلينس بتاعتي وما بين الاستراكشرال اليمنت. مش كل هاوس تايب سبرينج عندي بيبقى سايزميك، لان انا ممكن يكون عندي هاوس تايب سبرينج وما يكونش كومبلاي مع السايزميك. الاوبن تايب سبرينج دوت ملوش اي علاقه بالسايزميك، دوت كله عباره عن فايبريشن. الايكويبمنت الروف طب او الروف الايكويبمنت كلها راكبه عندي على الروف، مهم قوي ان انا اخد في اعتباراتي الويند فورس. وهنا دوت ده شيكر تيبل، فيديو هعمله دقيقه واحده او اقل من دقيقه. بعمل هنا تيست للجينريتور نفسه، الكومبوننت بتاعت الجينريتور في حاله الزلزال نفسه المفروض ان هي ما يحصل لهاش فيلير، لان دوت من ضمن اللايف اند سيفتي ايكويبمنت بتاعتي. الشيكر تيبل دوت اكن بالظبط عندي دلوقتي زلزال موجود، هو ما حصلوش فيلير. انا مضطر اخلص، شكرا لكم.